عن مبادرة مهمة جدا. في مثل قديم بيقول لا تعطيني سمكة ولكن علمني كيف أصطاد. كتير حلو المبادرات الخيرية اللي بتدعم الناس الأقل حظا أو الأطفال دعم مادي، ولكن الأهم المبادرات اللي بتعلمهم كيف أنه يصنعوا نفسهم بالمستقبل، كيف أنه هم يدعموا نفسهم بالمستقبل، إن كان بالتعليم أو صقل مواهبهم أو حتى الاهتمام بقدراتهم. لأنه بالبداية إذا دعمناهم دعم مادي ممكن لقدام شوي يتعودوا على هالموضوع، ولكن إذا دعمناهم تعليميا ونمينا قدراتهم رح يقدروا هم يدعموا نفسهم بالمستقبل وما رح يكونوا بحاجة إلى أي حدا. عن هالموضوع رح نحكي عن مبادرة جودكم طبعا مع حضرتك هبة. أهلا وسهلا فيكي معنا لليوم. رح نحكي عن مبادرة مهمة جدا وهي دعم الأطفال الأيتام، وبالتحديد طبعا الدعم الرئيسي بالأسرة أو العنصر الرئيسي وهو الأب، دعمهم دعم قدراتهم ومواهبهم، كيف بيقدروا هم يسقلوا هالموهبة ويسقلوا هالقدرة لحتى يقدروا ينموا حالهم مستقبلا من خلال 10 شهور من خلال متطوعين محترفين ومدربين يعني متدربين على هالمجال. ياسمين أسعد، حضرتك أنت مؤسسة المبادرة، أهلا وسهلا فيك ياسمين. خبرينا أكثر عن مبادرة جود. بالبداية بحب أشكرك. هلا مبادرة جودكم هي مبادرة تمكينية زي ما تفضلتي حضرتك. بتعمل تحت مظلة جمعية باب الخير للعمل التطوعي. عمر المبادرة 4 سنين، تأسست بال 2015. هلا المبادرة بتستهدف الأطفال الأيتام من داخل المخيمات من عمر 11 ل 14 سنة. هدف المبادرة الرئيسي، لها أهداف كتير لكن هدفها الرئيسي هو رفع تقدير الذات عند الطفل. كلنا بنعرف أنه الأطفال بهاي المرحلة، خاصة مرحلة المراهقة أو الأطفال اليافعين بهذا العمر، بيحتاجوا لتوجيه، بيحتاجوا لدعم معنوي أكثر منه دعم مادي. فإن شاء الله نحن بنشتغل على هذا الهدف والحمد لله قليلا عم نلمس نتائج منيحة. نعم، حكيتينا عن الشريحة المستهدفة العمرية المستهدفة، ولكن المناطق المستهدفة بدعم هيك أطفال وين بالضبط؟ نحن بنستهدف المخيمات الفلسطينية داخل الأردن. حضرتك أكيد تعرفي أن 13 مخيم. الموسم الأول كان من عدة مخيمات، الموسم الثاني استهدفنا 30 طفل من مخيم غزة. ونحن بنعرف وضع مخيم غزة، كان كتير أثر للبرنامج عليهم الحمد لله. الموسم هذا اللي هو الموسم الثالث مستهدفين تقريبا 35 طفل من مخيم حطين. حلو، بعد 4 سنوات من تأسيس المبادرة. جميل جميل، الحمد لله. طيب ياسمين، قدرات الطفل مختلفة، إيش القدرات اللي حسيتيها أنت تفاجأتي منها من خلال مشوارك بهالمبادرة، اللي حسيتي أنه فعلا ما كنت تتوقعي في قدرات الأطفال مثل هيك، ولمستك يعني أن حسيتيها إشي مميز؟ حالات مميزة مثلا؟ هلا بصراحة تقريبا يعني هلا صار عندنا تقريبا مخرجات المشروع. خلينا نقول تقريبا 110 أطفال. على مدار الثلاث مواسم. هلأ اللي بيفاجئك بالموضوع بالبداية أو بيصدمك أنه الطفل نفسه مو عارف قدراته ولا مواهبه. هلأ بالبداية قبل السنة هاي اللي بنمشيها مع الطفل بنعمل مقابلات بسيطة عشان نتأكد من معلومات شوي أكثر عن الطفل. جميل. عشان يعرف أنه نعرفه. سوري مزبوط. هلأ في أطفال بتسألهم شو موهبتك، ما بيعرف. بيقول لك شو معنى موهبة، شو هدفك بالحياة. في طفلة جاوبت أنا هدفي أكل منجا. يا الله. فشوفي حتى المفاهيم البسيطة. اللي هي هدف، حلم، ممكن تخطيط، ممكن تكتشفي قدرات عظيمة وهم مش عارفينها. بعد مضي السنة كاملة نحن عبر السنة بندخلهم بمشاريع غير عن جودكم الورشات الحياتية. بندخلهم مشاريع بتنمي شغفهم أو بتنمي الموهبة اللي هو ما كان مكتشفها أصلا الطفل. في 10 أطفال بالموسم الفائت اللي هو موسم أطفال مخيم غزة أشركناهم بدورة المهندس الصغير. حلو. هو مشروع هندسي بيعلم الطفل الهندسة بإشي مبسط. طلعوا ب10 مشاريع خرافية. فعلا أنا لما دخلتهم البرنامج ما كنت أتوقع هيك. في مشروعين بينافسوا على براءة اختراع حاليا. فيعني ما شاء الله يعني بيطلع منهم الأطفال بس بدهم دعم. حلو. معنوي، بدهم حدا يثق في قدراتهم ويطلع عليهم أيضا. أيوة، ويطلع القدرات اللي فيهم. طيب ياسمين، المبادرة جودكم بتقدم من ورشات عمل تدريبية حياتي من خلال متطوعين متخصصين.
متخصصين بهذا المجال، وبعد 10 أشهر من المشاركة يعني من هاي الورش أو من هذا البرنامج بتم عمل زي مسابقة أو فينا نقول عنها استفتاء بالنهاية لاختيار أو تعيين أو يعني أنك تحكي أسماء الفائزين اللي كانوا مشاركين بهاي المسابقة أو بهذا البرنامج بشكل عام. تمام. هلأ هي آلية البرنامج أنه بنشتغل على الطفل سنة كاملة. نعم. نفس الطفل. نعم. هلأ غير عن الأطفال اللي بيكونوا معنا، بيكون معنا تقريبا 15 متطوع متميزين كفؤين لهم مناصبهم الاجتماعية. نعم. وما شاء الله عليهم رائعين، يعني أنا بوجه لهم تحية أكيد. هلأ كل موسم بيكون في هدول المتطوعين، المتطوع بيكون مسؤول عن طفلين. نعم. هلأ هذا المتطوع بينسأل عن الطفل بالعشر شهور اللي هي بياخدوا فيها ورشات عمل حياتية مكثفة على أيدي مدربين محترفين. نعم. المادة برضو بتكون باحترافية، والمادة مش يعني بتنعطى as a lecture أو أنه يعني بس محاضرة، لا المادة بتكون تفاعلية، بتكون حركية أكثر عشان تطلع كل شيء جوا الطفل. هلأ بنهاية العشر شهور في شهرين بنعطي مسابقة تطوعية. نعم. المسابقة التطوعية في لها كريتيريا معينة، أهم شيء أنه يكون العمل التطوعي اللي بده يقوم فيه هذا الفريق، هم مقسمين لجروبس داخل المخيم. نعم. ليش؟ لأنه هذا بيعطي أثر على نفسية الطفل وتقدير. نعم. الذات عند الطفل. في أمهات كانوا يقولوا لنا أنه الطفل صار يمشي بالعرض بالمخيم. ليش؟ لأنه حس حاله أنه أنا بطلت إنسان بس أنا باخذ من المجتمع، لا. نعم. أنا قادر أني أعطي المجتمع. نعم. بغض النظر عن المرحلة الدراسية اللي أنا وصلها، معي فلوس ما معي فلوس، قادر أني أخدم مجتمعي. حلو. فهي المسابقة طبعا بيتم تحكيم يعني تحكيمها من قبل لجنة مختصة، وإعلان النتائج بحفل الفائزين. أكيد هذا شيء بحفزهم يعني الأطفال كمان. أكيد. لما قال لي أسماء فائزين. وبعدين يعني هل في جهات معينة ممكن تتبنى هاي المواهب؟ هلا في جهات معينة قاعدة عم تتبنى المواهب. نعم. خاصة إنه في عنا مواهب، في عنا شق ثاني لجودكم اللي هو صناعة النجوم. الأطفال اللي عندهم توجه رياضي بنحاول إنه نوجههم لصناعة النجوم. صناعة النجوم هو برنامج بيصنع نجم. نعم. على مستوى المحلي، بعدين الإقليمي، بعدين الدولي، بيشارك بالبطولات. طيب إحنا حابين كنا نكمل حديثنا معك بشكل مفصل أكثر، ولكن مبادرة رائعة جدا، لأنه زي ما حكينا هي بتصنع شخص يقدر يعتمد على نفسه مستقبلا. السنة الرابعة المبادرة وثالث موسم شغالين. شكرا لك ياسمين على حضورك، وبتمنى لكم كل التوفيق. أكيد لا تعرفوا أكثر عن مبادرة من خلال صفحتهم وجودكم على الفيسبوك أو وسائل التواصل الاجتماعي. إذا مشاهدينا إحنا مكملين معاكم متواصلين مع فقراتنا لليوم، ولكن رح نروح نحن وياكم لفوق.